شوف الحكومة لو حكت مع المواطنين بهذا الأسلوب كيف رح يمشي قانون الضريبة؟ حلو، ادفع لي ضريبة أنا، خدماتي رح أقدمها، رح أعيشك كل يوم راحة وسعادة وهنا، راحة وسعادة وهنا. ادفع لي ضريبة أنا، خدماتي رح أقدمها، راح أعيشك كل يوم راحة وسعادة وهنا، راحة وسعادة وهنا. ضريبة بدنا تدفعها بعدالة نجمعها، يا مواطن كرمالي تعا أفكارك رح اسمعها، ضريبة بدنا تدفعها بعدالة نجمعها، يا مواطن كرمالي تعا أفكارك رح اسمعها. أيوه أحلى شباب أحلى أستاذ يزن كمان. شوف هسه بالمواطنين حكوا باسلوب حضاري، مو صاروا يشاغبوا من هاي، كان يحكوا بطريقه حضاريه عشان الناس يشوفونا. شوف كيف رح يردوا، يا حكومه بنتحملك بس خلينا نشترك معك باخذ القرار، هيك ممكن نتفق، هيك ممكن نتفق. يا حكومه بنتحملك بس خلينا نشترك معك بأخذ القرار، هيك ممكن نتفق، هيك ممكن نتفق. رخصوا كاز وكهرباء هيك نحكي مرحبا، سوا خلونا نلعبا سهل ليش نصعبا. رخصوا كاز وكهرباء هيك نحكي مرحبا، سوا خلونا نلعبا سهل ليش نصعبا. الله، انا خايف يدك لبنان يا راجل خبير بس. ما شاء الله، شكرا على الاحسان. واحد